السلام عليكم، صباح الخير. هذه الياسمين الأحمر متسلق، لا يقف عند حد، يوصل إلى الطابق الخامس والسابع. طبعا هذه عمرها سنتين ما شاء الله، مزروع عندي في البيت. ميزاتها وانت داخل وانت طالع تشم روائح عطرية مزهرة طوال الربيع والصيف ومتحملة للحرارة. طبعا كل من صور لكم شيء ناجح متحمل الحرارة احفظوا اسمه علشان تزرعونه ويكون ناجح ان شاء الله عندكم. طبعا هي ناجحة في الصيف والشتاء، ما في اي اشكاليات عليها. الشجرة الثانية ايضا متسلقة ناجحة هي متسلقة الشاي الازرق، وهي اسرع. شوفوا الورود الزرقاء يصلحوا منها شاهي. هذه ايضا من الاشجار الناجحة ومتسلقة، هذه عمرها تقريبا شهرين. تمتاز بلونها الأخضر الغامق وزهورها ليست عطرية. من المتسلقات أيضا الجهنمية بأنواعها، بوشي وأبيض وهذا اللون، أنا ما أعرف بالألوان كثير، وأصفر ويسمونه برتقالي أو أورنج، وفي نحاسي. هذه عمرها تقريبا 6 شهور. طبعا أنا أقلمها فأبغاها تتربى تطلع على فوق. ومن المتسلقات أيضا المتحملة هذه المتسلقة الجميلة، وهي الأماندا الحمراء. في ماندا صفراء وفي ماندا حمراء. الحمراء تميز بقوة ونمو قوي وزهور كبيرة، وهي مزهرة في الربيع والصيف متحملة الحرارة. هذه عمرها تقريبا 8 شهور، طولها تقريبا 6 متر، وهي تنمو وتتضخم، يعني يصير حجمها أكبر من هذا، مع الاهتمام ببرامج التسميد المشروحة بالتغريدة المثبتة.